كتاب حياتي يا عين، والله ما شفت زيه كتاب. الفرح في صحتين والباقي كله عذاب. أخبارك إيه يا حاجة فاطمة؟ أخبار الحمد لله، ما أديني شايلة رمتي. كفاية إن أنا بتوضى وأصلي وأخش الحمام وأغسل غسيلي بنفسي وأنظف مكاني بنفسي. حلو، رضا من ربنا، ربنا راضي عليا كتير كتير. ربنا راضي عليا كتير كتير كتير. أنا في السن ده وبعمل أكلي وبعمل كل حاجتي، يعني الحمد لله. مساء الخير يا جماعة عليكم. إحنا النهاردة في سوق الجمعة زي ما أنتم شايفين. السوق اللي هو بيبيعوا فيه كل حاجة، كل حاجة من الإبرة للصاروخ. بس في السوق دي معانا حكاية جميلة قوي، هي حكاية الست فاطمة. الست فاطمة هي الست المعمرة في سوق الجمعة هنا، 93 سنة قاعدة في المكان ده من ساعة ما تأسس السوق، بتبيع الفخار ده زي ما انتم شايفين. دي فرشة بتاعة الست فاطمة، هنعرف حكايتها دلوقتي منها هي نفسها، هتحكيها لنا. ازيك يا ست فاطمة؟ ايوه. قولي لي بقى، انت هنا في السوق بقالك قد ايه؟ هنا في السوق بقالي قد ايه؟ بقالي يجي 5 سنين، 10 سنين في السوق، يعني بقالي بشتغل في السوق كده من نار الراجل ما مات. بقى الراجل مات بقاله يجي 20 سنة. الحاج يعني مات بقاله يجي 20 سنة. أنا بقالي يجي 10 سنين ماشية في السوق. ماشية في السوق هنا؟ ببيع واشتري كده زي ما أنت شايف. ببيع وتشتري إيه بقى؟ اللي هو الفخار اللي أنت شايفه ده بتاع الحمام والشنط. حاجة يعني هنعمل إيه بقى؟ الحمد لله حاجة بتجيب قرش وخلاص نعيش منه. عشان ظروف العيال برضه، الواحد بيساعد نفسه بنفسه عشان العيال غلابة. أنا معايا العيال طيبين أوي أوي، ولاد الصبيان والله يبارك لهم، بس يعني حالتهم على قدها، يعني كل واحد حالته على قده. ربنا يبارك لهم ويرزقهم يا رب. تكسبي كام بقى هنا؟ إيه؟ تكسبي قد إيه؟ بكسب يعني أنا يوم الحد أكسب لي بتاع 20 جنيه 50 جنيه، ويوم الجمعة أكسب بتاع 30 جنيه، حاجة زي كده. يعني الجمعة يعني زي تقول 50 جنيه بتتقسم على الأسبوع الاثنين، موافق جمعة وحد بس اللي أنا بقعده. اللي هو هنا السوق. اللي هنا السوق. عايشة لوحدك بقى؟ عايشة بقول لك أنا وأخويا بس. أخويا أخويا برضه غلبان وكبير. غلبان وكبير يعني هو اللي بينولني الحاجة، بينولني بالليل، يبلي مية، ينولني أكل، ينولني حاجة، وأنا بغسل له هدومه برضه وبعمل على الغسالة. الحمد لله الحمد لله. عايشين مع بعض؟ عايشين أنا وهو، عايشين إحنا وهو. سوق الجمعة هنا بقى عامل إزاي؟ زي ما أنت شايفه كده، حلوة زي ما أنت شايفه كده. زي ما بس بيقولوا هيشيلوه، بيقولوا هيشيلوه. بيقولوا الناس بتقول، بيقولوا دول هيشيلوا السوق، هيشيلوا السوق وهيدوكوا اماكن. قال اللي قاعد في شوارع هيدوا له، انا مثلا قاعده في شارع وهيدوني حاجه اقعد فيها ابيع فيها؟ مش عارفه بقى. يعني هما الناس بتقول لي السوق هيشيل، والله اعلم، والله اعلم. الشنط هنا عندك بيبيع بكام والفخار ده؟ ايه؟ بيبيع بكام الحاجة؟ دي ببيعها بجنيه وربع. مش انت اللي بتقول لي وانا بقول لك على الحقيقة؟ ودي ببيعها بجنيه ونص، حاجة كده يعني كده. ودي ببيعها بجنيه ونص،
ودي ببيعها بجنيه ونص باتنين جنيه ساعات لما زبون ساعات يسيب الباقي كده يعني. مش انا بقول لك على الحق؟ والنبي انت زي العسل، هو زي العسل، يوم الشارع هو زي العسل. وربنا يبارك لكم يا ابني. الدنيا زمان كانت عامله ازاي؟ ربنا يبارك لايه؟ الدنيا زمان كانت عامله ازاي؟ بيقول لك الدنيا زمان كانت عامله ازاي؟ الزمان دي كانت الدنيا حلوه وكانت البركه فيها كتير وكانت الناس بتحب بعضيها وكانت الناس كويسه مع بعضيها وربنا يهدي. وده لابسه حلقه ده ذهب؟ ايه؟ لا ده صيني ب 20 جنيه بلاني ب 20 جنيه. ما اشتريتيش مصري ليه طيب؟ ايه؟ ما اشتريتيش مصري ليه؟ لما هم قالوا ده الصيني ما بيصديش. ايه؟ قالوا الصيني ما بيصديش. والله؟